فعالية تربوية عندي واحد الإحساس أننا ولاد قاعة واحدة كنا بحال كانت حاملين قعدت هذا عروض رغم اختلاف الاجناس ديالنا شي قاعه 42 شي قاعه 39 شي قاعه 25 شي قاعه 5. شكرا ما اروعكم. نقول ثاني كنا كندخلوا لواحد القاعه ديال التمثال ديال الخط وكنلقاو الزاكي هو والاستاذ ديالو المزغاني كيضربوا بالريقعه مع واحد المثال كيقول من علمني حرفا كنحس براسي انا والله العظيم الى عبدكم في شر الاحزان. ما عرفت من غنبدا لاساسي هو انني بغيت نقول بان الجيل السابق جيل كان محظوظ ماشي هذا الجيل لان بقى عندنا كنا تقريبا يقاس بنا ولا يقاس علينا. فملي كنا كندويو على المسرح وطنيا ما كنلقاوش اكثر من جمعيه السلام المرموزي وكان المفكر والرائد ديالها فقيهان الاستاذ نشيخ عبد الله والاستاذ قوسي. ملي كنجيو القاعة 39 هاد القاعة الولادة هي يا ما عطاتنا لأن هي اللي عطات المهرجان الفوز بالأغنية. الآن على الصعيد الوطني هاد الأسماء اللي طلعت من البرنوصي تؤتيت المشهد الغنائي بامتياز. حسنا أسماء منور حاتم آدار وجيب يعني مجموعة الأسماء اللي ما كنشوف برايي زاكو وكنشوف تاني حركات يا سلام يا سلام. المهم كيقول لك الحباب بزاف كيسخنوا الكتاب انا اليوم سخون فيه وكنعرف قبل ما نقرا شي شويه على رشيد كيقول ان كل لقاء الجمهور هو احتفال. حنا واقيلا بدعناها قبل منه كان كل يوم احد هو احتفال. كان اصدار الشباب قبله لجميع البرامج فطوبى لكم طوبى لكم ما في زعما بالعربيه ما تسالكم كنتم رائعين كتاثوا زعتمنا في قاع الحياه لان قاع بنايه لا مواليها لا حياه فيها. يقول لك المساكين بساكينها فطوبى لكم تعاندون وعانيتم فعلا بغية التأسيس والفعل فما أروعكم. أستاذ رزوقي يا سلام تحية تربوية للأستاذ الزكي. وبغيت نذكر واحد الكلمة قالها إفنا وكنشكرو نيابة علاش كان كنا معندينا مع بعضياتنا كيفنا كان في المسرح زكي كان استاذ ديال الخط ولكن العيساوي هذا الملياردير على التعريب العيساوي تعادلنا في اول ديوان ديواني هذا الاول كيقول بحال هكا كيقول الميزور فينا لان يفنا والحرم كان خدام فين ما كنحتاجو شي حاجه باقي كنعقل انه وسام الديوان 30 عام وسام العيساوي وسام عبد الله النابلسي اللي زوين هو الدراري بحال الزكي هو اللي كتب الديوان قد الطهور مزيان اعتقد ان كتبكم هذاك الحس بان اللي عاد الفرق اقترح يعني عارف مع من غنهم جالس اقترح يصوب واحد الطبق وطبق شعري زجاجي لان ما بقيتش مقدم كل شيء كيعرف نجيبو الكادوات اللي بغات تجيبوها الراجلي كان واحد يوم معاه اسم الكادو يليق بك. المهم شكرا
شكرا لك يا عبد الله. شكرا لك. واش راني فهمتيني؟ ينوضوا هاد الاباطيره ورايا وعيب ما نقدموش لكم واحد النشيد كان هاك يدير راجلي جميعا وكل شيء جديد. شرفنا يا من شرفنا سأطلب منكم ربط أحزمتكم استعدادا لهذا السفر الشهير. بنا رئيس الحسن أعطينا انطلاق لأنك أنت مصر أن الأستاذ بوزنقول هو اللي أعطينا انطلاق غاب عنا فما قدرناش. أعطينا الأستاذ حسن انطلاقا للكرسي الشهير. ديك على بركة لأنني جيت ما عنديش كادو فأنا كنعرف الأدوار التربوية ملي كتكوني وردة يقدر. أنا جيت اليوم واحد وردة سجلية سميتها زهرة مولدية ف ياك ونهديوها نيابة عليكم الأستاذ قيد كانوا في عدن وما نقدرش تاني علاش تيجي تهضر عليا. كنا حنا واحد مجموعة كتقرا في بنو هاني ومن المحظوظين أن الأستاذ ديال الرياضة البدنية كان مكلف بالأنشطة ونقلنا كنا الأخ ديالو مبغيتش نقول الأسباب باش ما نخرجش ونقلنا كنا للحي المهم وسموناه كنا ديك الساعة سمينا النادي الأدبي 86. الرئيس ديالو راه معانا لكن باش نقولوها باش نقصو. المهم دار فينا داك السيد خير تكونا عندو وجينا بهذاك التكوين جينا به لدار الشباب. فشكرا للزعيم عباس. زهرة أم الخير عقصد عصيبة من كلام ومعاني كيف شوش فمصيبة غدرت بيها كنت بالعاني عوضة عصور أسيدي بجناح الزرزور عطر قلب فعال تصفيح الخيالة المكاح الحياة بالغطاء وانفاع للقرص سننا مع ذغل في صباعه وحبانا عصباعه كسوع للنجم وعودوا لدعم العام اي رعب بكبار السهم يا سلام يا سلام عم صدع صدع حاسين من كلامهم عليه وهو والوهوه يسهيك يديك حتى المعنى
زهرة تنقض نقطة من فوق، من فوق السحاب حتى الباب رضوان حفيد الجنة. النعاس النعاس والموت والكتبة حسن. نحن براسي يا زهرة خير وسلام، نجيك طاير فوق هاد الأوراق وحروفي من كل جهة شاب تقرا ليك محقي يا زهرة من حصايد الناس. برا الباس نسلح راسي فيك، ترفدني الشهقة ليك يا طريق القبلة حرز وقليا. كي تجيني حروفي تجيني تمنى عليا، مشتاقة تشوفني معنا، مشتاقة تشوفني راوي على مجدوب نجدم. نقلة من زريعة بنادم تعجب، سلكة بساحة جبل درب. انت عزمني وما هناك حال من جيتي مسكينة، كل حروفي قليل صحة هكا راسي سفها المعنى. كلمة في الصباح على الريق، وكلمة قبل الدمعة مرة الضيق، وكلمة قبل ما يدخل العشاء العشاء. سيحة الوردة إلى ما وجدت في السماء المحارة، وليتك كلمة وليتك كلمة إلى كان دلالة مدلول يتصابق. سيحة الكلمة إلى كان دلالة مدلول يتصابق. وكيف صورتك يا زهرة ما تخطرش على المال، جنانك يا زهرة إلا ما تسقى بدمي دبال. نحلف بالدم اللي سال بين زناقيك يا زهرة، والله كيتك ما تبرى على قد ما حبت اسمها الهلال. على قد ما كبر السؤال نتسنى 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 في المرسال، نتسنى 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 في المحال. فكر قاعد نومي ويمين عني نعاسين، تما كترو همومي من محانك شاب راسي. كانت هذه شوكة، كانت هذه شوكة في بلادي تقول الصمت. وأنا ما قريت الورقة على شو صمت. يمكن داروها الحروف وحصلت فيها المعاني، حتى معنى ما غطاتو حروف الزين عمود وكتب معنى على جبهة البلاد في بلاد وفي مزاري. قول حتى الدات بحال الشمعة بدات حتى الفتيلة وتسير. وعاد الفساد فوق الخيل الجراية، وعاد الفساد فوق الخيل الجراية.
تصيح على ودا صغير بين سيوف دوايا لمي ما تصيح على ودا صغير بين سيوف دوايا هلا فراق وتبكي تبكي Hey.
الزغرتية الزغراتة، الزغرتية الزغراتة، وخليني نحن نشرب الروح ثلاثة. الشرج من الأول نشرب فوقه شرب البريد. كذلك اللي بغا توحيد الديوان ديالو يتصدر معنا، وغادي ننادي السسبح اخوان، وغادي ننادي على سي بوزنبور اللي غادي ينوب على رواد يتصدر معنا سي الاستاذ قيدي ولا بقى معنا باقي صوره باقي غادي ينوضوا كلشي باغي يتصوروا معنا ناخذ صوره زوينه عندي فرصه لينا الى اول رئيس مجلس دار الشباب واخر رئيس مجلس دار الشباب ليتعلق الامر بالسي القمري، ومن خلال هذه التكريمات هو تكريم لجميع الحاضرين بدون استثناء، وتنصفقوا عليكم. بلا ما بغيتهاش، ولكن فين دخل سي بوزنبور انتابني قليل من استحضرته مجموعه ديال الاشياء لما كان سي بوزنبور مؤطرا لكطفل في المخيمات الحضاريه منذ 1983، وكان مربيا حقيقيا وابا صراحه اثر في كثيرا وفي شخصيتي، وبهذه المناسبه اقول له شكرا سي بوزنبور، لقد اثرت بشكل كبير وايجابي في شخصيتي لا رياديا ولا ثقافيا ولا في مستقبلي، فشكرا لك سي بوزنبور. قلبوا على التليفون ديالو، فين هو سيدنا؟ واللي بنيت كنقلبوا على الهاتف ديالو.
كذلك وخاصة مازال غناخدو صورة جماعية الإخوان كلشي غادي يتبعو معنا قليلا مكرم بغيت نقول لنا كاملين غادي نوقفو بغينا نكرمو سي بوزمو الأب ديالنا والصيقة صحابة لا لأنه الدور البداء ديالنا هو اختصنا به وما يمكنش تدير بعد أو نقول لنا غادي نحاول نأمن ويحتاج شكرا وجه وغادي سي حسن ربي مدير إقليمي غادي يقدمو الهدية ديالو وغنطلب من الإخوان كاملين رواد ديالنا يتفقدو صورة جماعية تفضل سي بوزمو محال من يوم مجنون
يوم ضربات الغرور ومشى الغربي ومشى